اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. استاذنا الحقيقه الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بك. على السلام. منور الدنيا. مبروك للاهلي. الحمد لله على كل حال. هنرجع نتكلم في كل حاجه دلوقتي. ايضا ازيك يا كيمو؟ ازيك يا اسلام؟ الحمد لله على السلامه. وحشني والله يا كابتن. بقالي اسبوعين ما شفتكش. محتاج احمد سبب بقى ايه؟ احمد وبقيه المجموعه طبعا الشباب كلهم طبعا. كله اشتغل. طبعا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ مبروك للنادي الاهلي. الف مبروك. مليون مبروك لنا كلنا. مبروك. ايضا ناقدنا الرياضي الاستاذ محمود شاوي. ازيك يا عود؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام. الشباب احنا طقم واحد. الاستاذ محمود شاوي شباب طبعا كبرنا يعني طبعا الشباب اكبر مننا بسنه ولا حاجه. انا سعيد بوجودي معاك يا كابتن اسلام مع استاذ القدير الاستاذ محمود صبري. طبعا طبعا. والمتالق دائما كريم سعيد. يعني وايه الاخبار؟ الدنيا تمام؟ الدنيا زي الفل. شغلك كان كويس؟ ممتاز. هناك طبعا شغل شغل ممتاز. كان في شغل شغل فاخر. شغل فاخر. ابدا باستاذنا الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود، يعني فوز النادي الاهلي بالبرونزيه هل بتعتبره انجاز يضاف على انجازات النادي الاهلي ولا كان في الامكان افضل مما كان؟ احنا بنتكلم واقعيا بقى دلوقتي. ما احنا واقعيين حضرتك جداً بقالك عشان نكون بس 14 يوم هناك. عشان نكون واقعيين انه الدوافع والظروف اللي سبقت البطوله. أيوة. القت بظلالها على البعثه، يعني البعثه الرسميه والبعثه اللي هو جمهور النادي الاهلي. مظبوط. كان اقصى الطموحات عشان نكون واقعيين جدا انه ماتش زي نعدي ماتش مونتيري في ظروف عندها غيابات كثيره جدا. انا عاوز اقول انه البطل في المشهد ده كله هو جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يعني بالنسبه لي كان رقم واحد. ايوه. اللي شفته في مباراه الافتتاحيه للاهلي كان شيء مذهل ويدعو للفخر وحاجات تحرك الصخر. يعني كان الدافع كبير جدا. الفوز ده شك على مونتيري كان قيمته عاليه وقيمته كبيره. قول زي ما انت عايز تقول. ايوه. فريق ما عندوش دكه بدلاء، عنده موجودين في الملعب هم دول ذخيرته، ادوا مباراه من المباريات المميزه جدا. كان في توفيق كبير من ربنا، والتوفيق ده والنجاح ده ما بيجيش من مجرد الكلام، بيكون نتيجه جهد وعمل واخلاص ونوايا خالصه في الاول وفي الاخر، وفريق مجرد من كل اسلحته واتحطيت له كل العقبات. قول برضه زي ما انت عايز. ثانيا عاوز اروح لموقف الاتحاد الدولي الغريب والمريب وخذلان واضح من الاتحاد الافريقي والاتحاد المحلي. كل ده كان كل العوامل، لكن الاهلي كل المسائل دي ما كانتش مجرد ان انا اطلع اتكلم وهاجم، كان كل التركيز انه فريق قفل على نفسه، انه رئيس نادي كان حاضر بقوه وادى دعم كبير جدا، مدير فني اشتغل في الادوات اللي كانت معاه، عمل كل المطلوب، اجتهدت اللعيبه، كان نتيجتها انه الاهلي وصل لمباراه يعني السيمي فاينل او النصف النهائي زي ما بنقول. وفي السيمي فاينل والنصف النهائي نقدر نقول فيها كلام كبير جدا ما بين فريقين كبار. بالميراس اللي هو السنه اللي فاتت قال لك هو ده بالميراس بتاع امريكا، ده فريق ضعيف يعني مستواه على لما كسبناه يعني. مستواه على قد ما تكسبه، لما تخسر بقى يبقى ايه اللغه ايه اللغه ايه نقول الكلام حسب 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 ايه متوفق انت اللي احنا الاعلام الجديد اللي احنا بنتعود عليه حسب ايه الجو احنا يكون لطيف. المباراه الاروع والاشمل واللي هربنا منه ورجعنا له وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى كرم ووفق المدير الفني ولعيبه الاهلي والجمهور اللي كان رائع في المباراه الختاميه والاحتفاليه الكبيره جدا. مباراه كانت مهمه من بطلين كبار بامانه شديده، كان اروع ما فيها الالتزام والاخلاق والانضباط والعلاقات وحاجات مكاسب تقدر تقول عليها كتير، لان الرياضه دي مكسب وخساره طبعا. لكن العلاقات والود والروح بين اللاعبين في الملعب وبتاع ده حاجات نقدرش احنا ايه لازم نقف قدامها ونتكلم طبعا. عاوز اقول انه المركز الثالث في تتويج لظروف مر بها النادي الاهلي، لكن الاهلي يستحق ان يذهب في المنصات الى ابعد من ذلك ويملك من القدرات ويملك من الادوات اللي تاهله، لكن عايز اقول انه لابد يسبقها ايه؟ اعداد، يسبقها شيء من التنظيم، كان لازم يكون في دراسه للافضل الظروف اللي هنمر بيها دي، المدير الفني كان يبقى في تفكير اشمل من كده، لكن عاوز اقول ربنا سبحانه وتعالى كافئ على قدر الجهد على قدر العمل على قدر الاخلاص، كان الاهلي ليحافظ على ميداليته البرونزيه. لو كان نادي اخر وجهه نظري يعني معرفش يمكن عشان انا متحيز لو كان نادي اخر كانت الامور كانت هتبقى مختلفه عن كده تماما. كريم عشتوا لحظات كثيره جدا ما بين الفرحه والسعاده والحزن والخوف والمفاجاه واصابه موسيماني بالكورونا واصابه قبليه الاستاذ خالد مرتجي امين الصندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي بكورونا، وقدامكم كل ده بيحصل
والفرقه بتتمرن وموسيماني بيقول لهم انتوا لا انتوا بيتكلم على الفيفا يعني ان انتوا ما ينفعش تحطوا تعملوا تضارب في المواعيد. الحاجات دي كلها كيف رايت بعينيك هذه الامور؟ وعمار حمدي، عمار حمدي طبعا ليله المباراه بنتكلم على واحد كان من اهم الاعمده للفريق في ظل الغيابات اللي كانت بتواجه الفريق مع طبعا تزامن البطوله مع بطوله كاس الامم الافريقيه. عمار حمدي طبعا يجي له رباط صليب طبعا ربنا يشفيه ويعافيه هو واكرم، اكيد كانت بتبقى ضربه قويه جدا ان انت كمان اللعيب اللي هو انت البديل بتاعك او الخط الثاني بعد غياب الاساسيين هو كمان يتصاب. فانا بشوف يعني بتفق مع استاذ محمود صبري في اللي قاله ان انا بشوف النادي الاهلي اسم النادي الاهلي والروح. ماتش مونتري ما اعتقدش لو كنا عملنا ساعتها ليله المباراه استفتاء الناس متخيله ان احنا هنكسب المباراه دي بصراحه، ظروف صعبه جدا. ومونتري حضرتك تفتكر انا قلنا هنا قبل ما نسافر ان مونتري ما عندوش غيابات، حتى المجموعه اللي لعبت ماتش المكسيك في تصفيات الكونكا كاف وصلوا ولحقوا الفرقه في ابو ظبي واجاري. عايزين نذكر الناس بهذه الامور لان احنا كنا بنتكلم فيها من زمان. هي فكره يعني. هي فكره ببساطه ايه ان النادي الاهلي فعلا واجه ظروف مستحيله. ماتش مونتري ده يعني اعجاز بصراحه اكتر ماتش الهلال، يعني ماتش الهلال ليه ظروفه لكن ماتش مونتري ده فعلا اعجاز. الفرقه اللي لعبت التشكيل الاساسي في كل خط في غياب رئيس مؤثر وكبير، حارس المرمى الرئيسي مش موجود، اثنين مساكين مش هم اساسيين، الباك اليمين مش هو الاساسي، الباك الشمال مش هو الاساسي، في خط الوسط لاعب رقم 8 مش هو الاساسي، حاجات غيابات، المهاجم الاساسي بتاعك مش موجود. لكن بصراحه بشيد باللعيبه كلها كلهم، وحتى طاهر محمد طاهر لعب في مركز مش مركزه وحاول يعني يؤدي ما يمكن تأديه. محمد هاني عمل بطوله جميله رائعه، يعني محمد هاني ساعات بننتقد بعض من ادائه في المباريات المحليه لكن العالم بس بس عالمي، لا مش بسيط حتى، مش هو بيعمل مثلا ياخد 7 من 10 لا 9 ونص من 10، بيعمل حاجات غريبه بصراحه في المونديال، يعني يا رب السنه كلها تبقى مونديال. لا ده اللي انا بقوله، تلعب مونديال عشان خاطر محمد هاني. فانا اعتقد ماتش مونتري احنا بدانا نحس ان احنا قريبين، وهنا انا برضو باكد على كلام استاذ محمود ان احنا طموحنا عالي بعد مباراه مونتري ان احنا فعلا ممكن بشويه تعب قدام بالميرس ممكن نعملها، خصوصا ان احنا بالميرس الضعيف ولا بالميرس القوي؟ لا هو هو عشان نبقى هو بس هو الفرق عشان برضه نكون منصفين، هو الفرق الوحيد بالميرس هو عوده دودو. لو دودو كان مع الدحيل لعبنا مع الدحيل في مونديال قطر ورجع لبالميرس ده فعلا، طبعا دودو لعيب مؤثر بكل امانه، لعيب مؤثر جدا جدا جدا، لكن برضه عايزين نقول ان بالميرس نفس الفريق فضل 40 دقيقه بيلعب زون ديفنس قدامنا، والهدف الاول جه من غلطه مننا، ما جاتش من هجمه او الجمله مترتبه من بالميرس. فانا بشوف لما انت هاجمت بالميرس كان ممكن تجيب اهداف شوت، وطبعا الحظ وقف معاهم بصراحه. انت توقيت الهدف الثاني كان قاتل، صح؟ توقيت الهدف الثاني وانت لسه يعني موسيماني كان بيحاول يقدم اوراق هجوميه وان هو يضغطهم، فجاه جاب الجول الثاني. بس مش مشكله، انا حسيت ان احنا يعني قدمنا اللي علينا، وجاب ماتش الهلال اعتقد الفينش بتاع البطوله خلانا وهاخد برضه كلام استاذ محمود ان احنا طموحنا فعلا دلوقتي. انا احساسي ان كل منظومه النادي الاهلي مؤمنه ان احنا لو رحنا المونديال تاني لا ده احنا فرصتنا، بس اهم حاجه والنبي ما تحطلناش بطولتين في نفس الوقت بس. ما نشوف عموما، احنا شفنا كتير اصل السنه دي يا عالم الا ممكن ثلاث بطولات السنه الجايه في بعض. طيب شوقي برضو عايز اسالك يا محمود عن اللي بيحصل داخل البعثه بقى، انت كنت قريب من البعثه وبتشوف اللي بيحصل كل يوم وموجود تقريبا 24 ساعه في ال 24 ساعه معاه. احكي لنا ايه اللي كان بيحصل في البعثه، كيفيه التنظيم، هل بالفعل الكلام اللي احنا بنسمعه عن ان هناك نظام موحد بيتم اتباعه داخل النادي الاهلي، بمعنى صحيح. من رئيس البعثه اسلام محمد علي حسين اي حد بيبقى هو، اذا هناك نظام معين بيتم اتباعه بشكل معين وبطريقه معينه تفرق طبعا شخصيه كل واحد، ولكن في النهايه ايه اللي كان بيحصل؟ هل الالتزام ده كنا بنشوفه او اللي كنا بنسمع عنه او اللي كنا دايما بننقله على شاشه النادي الاهلي، هل ده كان حقيقي وهو ده اللي ودانا ان احنا نصل في ظل هذه الظروف الصعبه اللي اتكلمنا عنها ان احنا نصل الى ثالث العالم في ظل غياب 14 لاعب؟ شوف النظام ده اعتقد ان هو العنوان الرئيسي. انت حضرتك قلت جمله او كلمه معبره جدا على اللي بيحصل داخل النادي الاهلي. النظام، الالتزام، اللوائح هي اللي بتؤدي فعلا للنجاح. وخلينا ناخد من سؤالك كابتن اسلام لمشاهد مهمه جدا انا شفتها في المونديال. ايوه. الالتزام والنظام ده هو اللي خلى المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادي الأهلي هو اللي يكون متواجد
على منصه التتويج اثناء مراسم التتويج. ده مشهد في غايه الاهميه، لازم اتوقف من خلال البيت الكبير عندك يا كابتن اسلام عند المشهد ده. ده جاي من النظام بالمناسبه، لما الكابتن محمود الخطيب يصر ان المهندس خالد مرتجى رئيس البعثه هو اللي يكون متواجد في مراسم التتويج، ويرفض هو كرئيس للنادي ان هو لا يتواجد في هذه اللقطة التاريخية، ده من نظام النادي، دي من لوائح النادي وكبرياء النادي. الراجل ما أثرش اللقطة لنفسه وما خدهاش في نهاية المشهد. اللي عاوز أتكلم فيه برضو من النجاح اللي أنت بتتكلم فيه، قيمة الأهلي. من المشاهد المهمة جدا في المونديال ده ظهور قيمة الأهلي في أكتر من مشهد. قيمة الأهلي في إن الفيفا بدأ ينتبه إلى نظام بطولة ظالم، وده بسبب ان الاهلي اعترض وسجل في الاجتماع الفني اعتراضه على نظام البطوله الظالم. الاجتماع الفني، انا بقول لك انا حضرت اجتماع ما قبل السفر مع الفيفا مع مسؤولين فيفا زوم يعني. وكان يعني اجتماع حاسم. كان اجتماع حاسم قيمه الاهلي ظهرت من رد الفعل. رد الفعل وتاكيد مسؤولي الفيفا ان الاهلي فعلا اتعرض لظلم كبير جدا. وبعدين زي ما كريم قال التضارب الغريب جدا في بس المعين. انا عايز اسالك بقى ايه اللي حصل في الطرقات، بمعنى احنا كنا بنشوف الكابتن خطيب بيقف كتير مع انفنتينو مثلا مرتين ثلاثه مثلا، وجبنا شويه حاجات من هذا الامر. هل كان في هناك كلام على انتوا ظلمتونا انتوا عملتونا انتوا كذا؟ طبعا لا، كان في كلام كتير جدا على فكره تعرض الاهلي لظلم كبير جدا. ايه كانت فكرتهم؟ انا عايز افهم ايه الفكره بتاعت اتحاد الدولي. لا هو المبررات غير مقنعه والتضارب دايما بيلقوا الكوره في ملعب الاتحاد الافريقي، انه اصر على الميعاد بتاع الكاميرون وعدم جاهزيه الكاميرون حتى لاستضافه البطوله. لا خلينا نتكلم في رد الفعل فيما بعد. اوكي. انه الاتحاد الدولي بدا ينتبه لخطوره الموقف، وبالتالي في السنوات القادمه سيتم تعديل نظام البطوله. من مشاهد برضو اللي تؤكد على قيمه الاهلي، المشاهد اللي حصلت داخل الملعب بعد انتهاء مراسم التتويج، لما الناس تتوجه لموسيماني، يعني توخيل المدير الفني لتشيلسي اصر على التوجه لموسيماني بمجرد انه شافه. اصر على التوجه، هو اللي راح انا كنت واقف. يعني الصدفه قادتني بشكل كبير جدا ان انا كنت الوحيد اللي موجود، ان كل الناس انصرفت يا كريم، حتى مسؤول الاتحاد الدولي بداوا كمان ان هم يبعدونا عشان ننصرف احنا كمان يعني. اوكي. مع اصرار على الوقوف وموسيماني انه كان عاوز يشوف المشهد كاملا. تخل اول ما شاف موسيماني بصراحه توجه اليه مسرعا يعني، واتكلم معاه، انا كنت واقف طبعا، اتكلم معاه بشكل كويس جدا عن الاهلي، واكد ان هو يتابع مباراه الاهلي، واكد على قيمه المدرب ونجاحه في البطوله. ده مشهد من المشاهد المهمه، قيمه موسيماني. طبعا. اوكي. لما كانتي يطلع من الملعب بعد ما استلم الميداليه واحتفل مع زمايله، ويطلع يتوجه لموسيماني ويصافح موسيماني، كانتي وانا كنت واقف يا كابتن اسلام، وساله بشكل مباشر جدا عن ديانج. كنت اتوقع لما يسال عن ديانج يا استاذ محمود يقول له اللاعب بتاع نص الملعب بس، او الديفندر اللي عندك، او رقم كذا. لا، كانتي سأل موسيماني بالاسم عن ديانج. طبعا احنا عارفين ان كانتي من اصول ماليه وديانج مالي، فسألوا عليه بالاسم، قال له اليو ديانج. وحتى موسيماني يعني استغرب، حتى كتب كده طلب مني موسيماني ساعتها ان انا اساعده ان احنا نجيب ديانج من بره، لان كل الناس طلعت. اوكي. فطلعت في الطرقه. طبعا ده امر صعب جدا، انا مسؤول الفيفا بيستعجلوك طول الوقت عشان تطلع بره. فلجأت للواء علاء اللي هو مدير المنسق الامني ومدير امن الاهلي بالجزيره، كان موجود الراجل بصراحه، ساعدنا مساعده كبيره جدا، وطلع وجاب ديانج. كانت قصه يعني. قصه كبيره. في وجود الاستاذه حنان الزيني اللي بشكرها على دورها. وكان لازم، كان لازم ده يحصل، لان اصرار كانتي على مقابله ديانج بهذا الشكل كان لازم يقابله من ناحيتنا برضو اصرار على ان المشهد يكتمل. حتى لو تلاحظ بالصوره الموجوده انا بصورهم، ده الحوار اللي حصل الاول ما بين كانتي وموسيماني على فكره الاهلي وموسيماني، ثم طلب منه مقابله ديانج. ده يؤكد على قيمه الاهلي. لما دروجبا كان بيلتقط بعض الصور التذكاريه مع بعض المشجعين، وشاف موسيماني خلفه، مش عاوز اقول لك المقابله كانت عامله ازاي. ما صورتهاش؟ لا صورتها، موجوده برضو الصور. طب هاتوا لنا يا شباب الصور. دروجبا احتضن موسيماني واتكلم معاه بشكل رائع جدا عن دوره ونجاحه مع صن داونز ثم نجاحه مع الاهلي. خلي بالك ده نجاح لافريقيا بالكامل. بالظبط. وبالمناسبه دايما دروجبا بيقدر قيمه الاهلي. اتكلم مع موسيماني على الاهلي ونجاح الاهلي وحصول الاهلي على المركز الثالث بمنتهى الحب. كل المشاهد دي بتؤكد لك على قيمه الاهلي اللي نابعه
من النظام اللي انت اتكلمت عليه. اذا هو في النهايه هو العنوان الرئيسي هو النظام داخل النادي الاهلي، هو اللي وصلنا لكده يا استاذ محمود طبعا. ان احنا دايما نبقى شايفين هذه القيمه كابتن خطيب بقيمه، دي الصوره برضو او ده الفيديو ده المشهد اللي كانت اصر فيه في الاخر ان هو يدي ديانج التيشيرت بتاعه. يعني انت لو خرجت شايف وحش بيدي وحش يعني وانا حتى موجود بالصدفه انا اللي بصور الصوره دي فده كان مشهد رائع جدا بصراحه، كان ختام رائع كابتن اسلام للبطوله هذا المشهد، وكان الموسيماني مبسوط جدا جدا بهذا الختام يعني. طبعا ما هو قيمه الاهلي، انا حتى اتكلمت في الامر ده استاذ محمود في بدايه الحلقه، قيمه الاهلي في ان انت تشوف قيمه الاهلي العالميه. طبعا الناس بتقول لي يا اسلام اصل انت بتكبر الموضوع، والله ما بكبر يا جماعه، ما هو قدام حضراتكم في النهايه، هو انا مش انا يا جماعه، هو محمود اللي حكى مش انا يعني، محمود حكى وقائع حصلت مع موسيماني ومع دروجبا، هو دي الصور دروجبا وده دروجبا دروجبا اللي هو دروجبا الصوره دي كابتن اسلام بعد حوار مطول ما بينهم الاثنين الثانيين استاذ محمود على فكره الاهلي وقيمه الاهلي بالظبط كده. فبالتالي هذه هي قيمه النادي الاهلي، ودي وهو ده اللي انا بقوله دايما، وده اللي انا اتكلمت فيه في البدايه، ان هناك البعض ساب النادي الاهلي عشان خاطر فلوس او عشان خاطر كذا او عشان خاطر كذا، والله ما بتكلم على حد، انا بتكلم بشكل عام طوال ال 30 40 50 سنه اللي فاتوا كانت بتحصل، لكن في النهايه الناس دي فين؟ الناس دي مش موجوده، وده الناس دلوقتي بتتكلم. هو موسيماني ده لو ما كانش بيلعب ما كانش مدرب الاهلي، كان حد معلش مع احترامي يعني، كان حد شاف موسيماني؟ لا الاهلي الاهلي اللي بيعطوا سان داونز طبعا عامل بتاع، لكن لا 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 بيدي من القيمه. بص عشان بس ما حدش يعني، ناس كتير اللي هي العقده والفا بتقول الاهلي هو صاحب فض على الكل طبعا خلاص بما فيهم موسيماني على فكره. لا 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 هو قال لي انا الكلام ده تحديدا صاحب بص عشان كده انا بقوله وانا انت انت بتدي جهدك وعرقك ما حدش يختلف، لكن المكان في حد ذاته طبعا من يعني من يدخل تحت الكيان، الكيان بيديله بقى كل الدوافع المختلفه. انا عاوز اقول لك على حاجه، انه لما نيجي نقلب كده في صفحات التاريخ ونرجع لورا نشوف القفزه اللي حصلت حتى للمنتخب الوطني بفترات، يا جماعه ما كسرناش الحاجز غير بعد يعني حاجز اللاعب المحلي لما زادت تجاربه في اللقاءات الكبيره، سواء النادي الاهلي في كاس العالم ارتقى مع كثير من الفرق الكبيره، بيبقى في عندك ثقه، بيبقى عندك ثقه في الملعب واقف خلاص. لما زادت تجاربك مع المنتخب كان لها مباريات وديه مع المنتخبات الكبيره، كسرت الحاجز النفسي، بقى ما عندكش ايه، قدرت تكسب ايطاليا، قدرت تعمل مباراه مع البرازيل 4-3 تيم مختلف والشكل مختلف، لكن انت عندك في الـ في الـ في الوقت ده عندك الدافع، وبدا يبقى عندك ملامح وعناصر بدات تظهر في الصوره ممكن تؤهلك انك انت تعيد. النسب متفاوته لكن تقدر تستطيع. وانت بتوفيق الله عملت كاس افريقيا رائعه، المباراه النهائيه بدي كل حاجه توفيق عدم توفيق، ضربات الجزاء الحارس مرمى يعني ادوارد ميندي استخدم خبراته انه اللعب على الخط ده خلى برضه ايه، خلي بالك ده من المشاكل خلت اللعيبه قلقت وخافت من المساله. لكن الاهلي يواصل عمله بنجاح وطموح لطرق للوصول الى الباب العالي. نعم ربما لم يصل الان اللي هو ايه، ربما هو إيه؟ ربما هو يقف على بعد درجتين ماشي من فتح الباب. الدرجتين دول محتاجين مزيد من العمل. يعني ايه، انت مع انطلاق كاس الامم كنت بتكلم انا مع كريم اول ماتش انه كاس دوري ابطال افريقيا اللي جاي مش هيكون سهل عليك خالص. زي ما انت متوقع وما تتوقعش. استاذ محمود استاذ محمود بس حاجه سريعه جدا، اتفضل. نادي الهلال السوداني اللي انت حضرتك هتلعبه يوم الجمعه القادم اجل مباراه الجوله الثالثه في الدوري العام السوداني لاستعداد نادي الهلال الكافي لنادي الاهلي. طبعا من حق سان داونز توقيت المباراه كمان وقدم الماتش وقدم توقيت الماتش توقيت المباراه الساعه 3 اولا. ثانيا سان داونز اللي معاك في المجموعه، انا هتكلم على اللي معاك في المجموعه هيلاعب نادي المريخ هنا في مصر، وبالتالي بعد كده مباراه الاهلي هنا في مصر قرر ان هو قاعد الاسبوعين دول في مصر. قاعد لك بقى خلاص بقى انا كل طبعا في حاله وتقول لي اقول لك ايه خلاص بقى يعني ما بص عايز اقول لك على حاجه، يعني انت كل ده والدنيا كلها بتتكلم عليك مش منتظر من المنافسين ان هم يعني سبوك تعدي كده، عشان كده لابد من تجديد الدوافع وقدره الجهاز الفني بقياده موسيماني. خلاص موسيماني اصبح لديه من الخبرات وعاوز اقول يا جماعه الانتقاد اللي بيتعرض له موسيماني في بعد هذا ده مش ده في انتقاد قبل ما حضرتك تتكلم بس عن الانتقاد، لان اللقطه دي على فكره اللقطه دي ده ولد صغير في بيحب نادي تشيلسي وراح للشناوي عشان يتصور معاه،
قيمه الاهلي في ايه؟ الولد ده مامته بلجيكيه، مامته بلجيكيه، فعارفه ميشيل اه جبت التفاصيل طبعا كنت وراه، عارفه ميشيل يانكر كويس اللي هو مدرب حراس المرمى، هما بيشجعوا تشيلسي ولكن عارفين قيمه الاهلي من اللي بيقولوا ميشيل على النادي الاهلي في بلجيكا. فالولد شاف محمد الشناوي فراح سلم عليه وتصور مع الولد الصغير، يعني راح شاف محمد الشناوي تصور عليه وكتب كده على صفحته بعد كده لما رجع ونزلها وخد يعني قيمه إسلام. الاهلي برضو. شفنا الطفل ده انا كنت موجود معاه لما في الصف الثاني ورا الشناوي برضه، شفنا الطفل ده هو بينادي على الشناوي، هو ملامحه يعني مش حاجه مثلا احنا عاملينها عشان نتصور، والله بس الناس بتفتكر كده ملامحه اجنبيه، فاحنا شفنا واحد بينادي على الشناوي ومسؤول الفيفا مانعين اختراق المشجعين لمكان لعيبه الاهلي طبعا، الشناوي اللي شاور له ان هو يعني وافق سيبه يعدي، فحصلت اللقطه الجميله دي بالظبط كده. فبرضه ده قيمه من قيم النادي الاهلي. بما اننا بنتكلم عن قيمه النادي الاهلي خلينا نروح نشوف تقرير عن انجازات النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم عايز برضه اسالك في نقطه مهمه جدا، جالكم خبر ان الكابتن احمد مجاهد اعتذر للنادي الاهلي مع الزميل هاني حتحوت في برنامجه وانتوا هناك، ايه يعني كان رد الفعل ايه في هذا الامر، خصوصا انه يعني الاستاذ احمد مجاهد كان اطلق عباره يعني كلنا بنتكلم عنها وكلنا حتى انا قلت ممكن نحطها جنب السلوجن عباره خالده يعني نعم ليس كل ما يعرف قام. والله يعني في الاخر متشكرين على الاعتذار مع كامل احترامي طبعا، يعني الاعتذار طبعا شيء مهم اكيد في العلاقات ما بين الناس، واللي يغلط يعتذر، لكن اكيد لما انت تدبسني ما يعني هيبقى التاثير كبير اكبر شويه طبعا، لان يعني انت النهارده يعني ما ينفعش تدبس التدبيسه اللي احنا شفنا فيها النادي الاهلي لهذه الدرجه، وفي الاخر الحل اصلا يا جماعه معلش انا اسف ان التصريح طلع مني في وقت مش وانا ما كنت اقصد حاجه ثانيه، يعني في الاخر هو زمان يا كريم زمان كان يقول لك الجريمه لا تفيد، ايوه احيانا برضو الاعتذار لا يفيد زمان كده، ده وجهه نظري يعني. ما هو بعد كده برضو ما احنا سمعنا عن الاعتذار رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي للكابتن خطيب هناك في بطوله كاس العالم للانديه، ما هو ماذا افاد برضو اللي عايز بغض النظر عن النتائج الجايه طبعا طبعا طبعا. الفكره هي يا كابتن اسلام احنا فعلا عايزين يعني خلينا نتكلم بصراحه يعني ونستغل الفرصه دي بصراحه عشان ناكد ونوثق فعلا ان النادي الاهلي خد الكره المصريه لحته مختلفه، زي بالظبط ما كلنا بنقول ان محمد صلاح خد صوره وفريم اللاعب المصري لحته مختلفه، دي حاجه المفروض احنا كلنا نشيد بيها من حيث ان احنا عايزين اللعبه بتاعتنا تزدهر، مش من ناحيه التنافسيه، يعني دايما الناس تقول لك لا لا انا مش هشيد لا عشان ما كبروش زياده عن اللزوم، لا المفروض كل الرياضيين في مصر وكل المسؤولين الرياضيين في مصر يفخروا باللي بيعمله النادي الاهلي. وخلينا اديك مثال، قبل مباريات اكون بطلع لايفات كتير هناك من بره الاستاد، يوم ماتش بالميراس طبعا كان اول شاهد بالنسبه لنا هذا الحجم من الجماهير اللي احنا طبعا فوجئنا الساعه 4 العصر بتوقيت الامارات، صدمة فعلا كريم بيحكي عن الصدمه، صدمه فعلا، انا كنت في اللايف عمال قلت صدمه مش يا كريم انا اسف وانت بتتكلم، ده طبعا فيديوهات للاعبين هم قد ايه هم برضو بيركزوا، هم كسبوا خلصوا وراجعين في الطياره وكل حاجه، ولكن مركزين في المباراه او في المباريات القادمه، ايه اللي اتلعب ده عمل ايه ده حصل ايه ده، بيتكلموا مع بعض في المباراه يعني. نعم اتفضل يا كريم. فاللي عايز اقوله قد ايه في اليوم ده فعلا احنا اتصدمنا ان احنا هنخش مباراه للنادي الاهلي في بلد عربي شقيق طبعا كله مصريين ومتاكدين 100% ان الاستاد جوه 80-20 صحيح 80-20 اهلي بالميراس جايين فوق ال 10,000 متفرج في استاد اصلا هو كل اجماله 12,000، فده كان تتخيل اصلا عايزه الحاجه يا يعني كابتن اسلام اللي جماهير بالميراس اللي كانت جوه الملعب كان في تلتها بره ما دخلوش، حد قال لي كده فعلا وانا بتكلم معاهم قبل المباراه، تخيل فريق بطل البرازيل وبطل الليبرتادورس اكبر بطوله للانديه في امريكا الجنوبيه بيتكلموا عن النادي الاهلي برايفاليتي بتنافسيه، يعني بالميراس احنا لعبناهم سنتين ورا بعض بقى ما يشبه بقى في كلاسيكو اللي هو نظام لا 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 مش هيحصل تاني تكسبونا مش النادي الاهلي النهارده وصل منظومه الكوره في مصر ان اسمك بقى معروف عند صفوه
الكره في العالم وصفه الكره في العالم بنتكلم انجلترا والبرازيل دايما. فاللي عايز اقول الحاجات دي المفروض احنا نفتخر بيها، مش موضوع اهلي وزمالك وبيراميدز والاتحاد ومصر، لا لا لا، احنا بنتكلم النهارده ان في منظومه في الكره المصريه وصلتنا، لان كل العالم بيتكلم عن زي ما حضرتك جبت طفل لابس الجيرسي بتاع تشيلسي، جماهير كلها بتسال عن النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي نفسه دلوقتي عالميا بقى امر طبيعي جدا تسمعه، زي مانشستر، زي سيتي، زي تشيلسي، زي ميلان، زي انتر، النادي الاهلي محطوط في صفوه الانديه في العالم. ليه؟ لانه مشاركته في المونديال كتيره. العالم النهارده كله عارف النادي الاهلي. اللي بيكسب افريقيا كل مره وبيلعب في مونديال الانديه، فالحاجات دي انا في وجهه نظري يا كابتن اسلام لازم كلنا يعني ما ينفعش تعدي، يعني ما ينفعش النهارده التعامل بتاعها يبقى تعامل عادي كاننا رايحين نلعب بطوله دوري ابطال افريقيا، لا ده مش دوري ابطال افريقيا. وتاني هضيف على حاجه احنا قلناها في الاهلي في المونديال السنه اللي فاتت، السنه دي ومباراه بالميراس مع تشيلسي وطبعا يعني كلنا شفناها وحضرناها داخل الملعب، يؤكد بما لا يدعو للشك ان صفوه الانديه في العالم لا تنظر لهذه البطوله على انها بطوله وديه. لا طبعا، ما هو مش بقول ماتش الاهلي، لا بتكلم على ماتش بالميرس وتشيلسي. معركه يا كابتن، فرحه عارمه لتشيلسي، مش هقول بالميرس في الاخر، برضو طبعا اسم تشيلسي اكبر طبعا. تشيلسي فعلا لما لقى الماتش اتأزم بعد ركله الجزاء بتاع بالميرس والوقت الاصلي خلص 1-1، بدا توخيل والجهاز الفني فعلا واللاعبين الاحتياطيين يتنرفزوا. حتى حكيم زياش لما نزل وما اداش الدور بتاعه، توخيل واقف بره عمال يزعق له وعمال يديه توجيهات ان هو ما بينفذش الدور بتاعه. لما رحنا للاكسترا تايم نشوف الهدف وضربه الجزاء اول ما الحكم راح للفار، فرحه عارمه لدكه البدلاء وجماهير تشيلسي. فاللي عايز اقوله ده البيبي فوت يا جماعه. نعم طبعا، معلش احنا بنتكلم برضو ده البيبي فوت، حقهم بصراحه، حقهم يعملوا اللي هم عايزينه، هم بيلعبوا البيبي فوت. الحاجات دي كانت عندنا واحده واحده كده، بننزل لكم بعض المباريات او بعض المباريات الخاصه بالبيبي فوت. اتفضل يا كابتن. فشيء مميز ان احنا نشوف نادي مصري بيحمل العلم المصري وبيرفع اسم مصر في هذه النوعيه من المحافل الدوليه، لازم كلنا نشيد بيها ولازم كلنا نبقى فخورين وفرحانين بهذا الانجاز وندعم. وليه لا؟ ده انا نفسي كمان النادي الاهلي، والله نفسي النادي الاهلي يعمل كده ما يشبه السيمينار داخل مصر ويقول للانديه ونفهمهم ايه التجربه عشان توصل لدرجه دي. حاجه ده ممكن يبقى واجب علينا احنا، لان النادي الاهلي فعلا هو الرائد في الرياضه المصريه، هو الرائد في الانجازات. وفي وجهه نظري الشخصيه بدون الدخول في التفاصيل، اعتقد كم الامثله التي حدثت مؤخرا في الرياضه المصريه تؤكد بما لا يدعو للشك ان الفجوه الفنيه والاداريه في كل شيء في الرياضه ما بين النادي الاهلي واقرب منافس بقت كبيره جدا، بعيده جدا. النهارده او كنت النهارده بنتكلم او سامعك بتتكلم عن ارسن فينجر. صحيح، ارسن فينجر ورايه في النادي الاهلي، ماذا قال؟ فينجر لعيبه النادي الاهلي برضو لو عندك وانا كنا طبعا استاذ محمود والاستاذ كريم كنا قاعدين مع وفد الفيفا او ضيوف الفيفا في نفس الفندق. اوكي. وحصلت حوارات كتير جدا، صحيح ما بيحبوش يصرحوا للاعلام الا بطرق معينه عن طريق الفيفا نفسه، لكن حصل بعض الحوارات الجانبيه حتى حضرها كابتن اسامه حسني ومهندس عادل القيعي واخرين مع فينجر وبعض نجوم الفيفا او ضيوف الفيفا. فينجر اتكلم على الاهلي بشكل رائع وقال ان هو تابع الاهلي في المونديال اللي فات. والله. وعاوز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، ان هو توقف قدام 2 من لعيبة الاهلي. تمام. ورشحهم بشكل واضح جدا للاحتراف في اوروبا. ياه. بل راهن ان هو يتألقوا في اوروبا. مين؟ ديانج وحمدي فتحي. اليو ديانج وحمدي فتحي. اوكي. بشكل واضح جدا، ده كلام ارسن فينجر. كريم يتكلم على فكرة البرازيل ونجوم البرازيل وفكرة ان انت تبقى مسمع في بلد كبيرة بكروين زي البرازيل. شوف كلام ببيته عن الاهلي. استاذ ايهاب الخطيب مثلا، استاذ محمود مسلم الكاتب الصحفي، مجموعه من الزملاء كنا وقفنا مع بيبيتو اكتر من مره في البطوله دي. بيبيتو كان حاضر احد ضيوف الفيفا وكان معانا في الفندق راجل يتكلم على الاهلي بمنتهى الجمال، واكد برضو ان هو شاف بعض الماتشات. صحيح ما مش حافظ بعض الاسماء ولكن عارف الاهلي. كافو، انا سالت كافو بشكل واضح جدا، باك اليمين التاريخي للبرازيل، عن محمد هاني. فهو عارف ان هو جاب جون. اوكي. قال لك اللي جاب قال لك كويس.
لعيب كويس اللي جاب ده جاب جون. صحيح مش عارف الاسامي كويس، مش حافظ الاسامي طبيعي. لكن عارفين الاهلي ومتابعين الاهلي و و و ونجاح الاهلي في الحصول على برونزيه للمره الثالثه والمره الثانيه على التوالي، ودي بتخلينا كابتن اسلام حكايه الثانيه على التوالي ديت نتوقف قدام حاجه مهمه جدا. موسيمان اللي بيحصل على البرونزيه للمره الثانيه على التوالي، ودوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي مرتين ورا بعض، والسوبر الافريقي مرتين ورا بعض. ده فاشل يا راجل، ما تقولش كده، ده راجل فاشل. ده امر بيستوقفني جدا، حتى كنت بتحدث مع بعض الزملاء ازاي بيجي لنا قلب نصف مدرب انه فاشل في سير الانجازات دي. بالمناسبه انا ممكن انتقده في حاجات كتير وده حصل على فكره. انا قلت الكلام ده بقالي 3 4 ايام بقول نفس الكلام كده يا جماعه. من فضلكم ما عنديش مشكله ان انت تنتقد، بس بتقول لي يا اسلام انت في ناس، في بعض الناس ما بتحبش موسيماني، ما عنديش مشكله على فكره. تمام، انا انتقدته في بعض الامور الفنيه، لكن ان انا انتقده في الامور الفنيه ده حقك. لكن مشكلة. من فضل حضرتك برضو لو هو يعني وحش في بعض الامور الفنيه ومن وجهه نظرك، ولكن اذا جاب بطولتين افريقيا ورا بعض لازم نسقف له. اذا جاب بطولتين كاس عالم ورا بعض او يعني بطولتين ورا بعض لازم نسقف له. بالظبط كده. فانا كمان انا واحد يعني شاهد على تاريخ ان انا كنت الحمد لله شرفت بان انا اكون موجود مع المجموعه اللي خدت في 2006، فعارف ان الموضوع صعب ازاي. مش صحيح. سهل، مش موضوع مثلا بسيط. صحيح. ان انت تقدر تاخد ثالث عالم دي وهتاخد ميداليه ومش عارف ايه والكلام. والمنافس مختلف. نعم، والمنافس مختلف. ما بتلعبش حد من المدرسه بتاعتك دي، مش مدرسه محليه. واخد البرونزيه من فريق عملاق اسيوي عملاق، طبعا فريق الهلال زعيم اسيا السعودي عملاق، فريق عملاق. ممكن ارد بس على حاجه في الحته دي، ان هو طبعا كله هيقول يا جماعه الحالتين الطرد فات يعني اثروا على اداء الكوره مليون في المية. لا معلش معلش، مليون في المية اثروا. بس هقول بس حاجه يا كابتن اسلام، اول 12 دقيقه لو قبل الطرد الاول كله كان خلاص 1-0، كلنا قلنا 1-0 للنادي الاهلي، وفي فرصه لا وفي فرصه مؤكده ضايعه. اللي عايز اقوله ان برده طبعا نادي الهلال نادي كبير جدا، طبعا بنتكلم على اللعيبه دي اللي احنا كسبناهم 4-0 دول، ثمنهم نص مليار جنيه، مليون في الميه طبعا. ودي حاجه احنا نفتخر بيها حتى لو الطرد يا كابتن اسلام. ما هو انا دي كوره، ده نلغيه يعني من القانون ولا ايه؟ ما انا بالظبط يعني الناس بتتكلم، يعني انا دلوقتي داخل اضربك. انا داخل، لا ده انا داخل اكسر رجلك. بالظبط، دي فيها مجامله حكم. يعني هي لو رجله مش لو رجله ثابته مش عامله كده كاس. مشكله كبيره فيها كاس. الكره الثانيه انا كره هناك وانا بضربك هنا، طب اعمل ايه؟ اقول لك زود لعيب كمان ولا اطردك؟ قانون، اطبق القانون. ما هو ده يطبق على النادي الاهلي بالمناسبه، مع ان انا كان عندي تخوف كبير يا استاذ محمود من الحكم ما قبل المباراه، لانه الحكم ده احنا عشنا احداث. الراجل قاعد جنب، عشنا مع بعض احداث غريبه. طب مهم جدا نتكلم، هتكلم معاك في الاحداث دي، ولكن خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل ماذا حدث بعد عدم احتساب ركله جزاء واضحه جدا من الحكم الفرنسي في مباراه بالميرس، ونرجع نكمل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمود، كنا بنتكلم عن الحكم وكواليس حكم مباراه الاهلي وبالميرس وعدم احتسابه لركله جزاء لاحمد عبد القادر، واضحه جدا بالنسبه لنا، كانت في الشاشه واضحه. ما اعرفش بقى عندكم ايه الكواليس بتاعه الموضوع، احكي لنا. لا، اخر نص ساعه في مباراه بالميرس كان يعني الفار والحكم عملوا حاجات كذا لقطه كده برضو ايه دار عليهم شباب. لما انتهت المباراه وخلاص اتفاجئنا بان الحكم الفرنسي هو اللي يحكم المباراه بتاعه الهلال. طبعا كريم قاعد جنبي وقعد ايه الحل ازاي، طب ايه الموقف يعني ازاي يعني هو مفيش حكام غيره. فطبعا طبعا البعثة النادي الاهلي والكابتن محمود وكلف كابتن حسام غالب بالملف، وبعد السؤال والتقصي اكتشف انه في حكمين اصيبوا مع انه كانوا موجودين في واحد حكم رابع واحد عديها اصيبوا قالوا كده ماشي. لكن طبعا كابتن حسام علي راح جه المقر الفيفا وكان معاه المهندس هاني بريده، وبامانه هاني بريده نصح انه ما يتقدمش شكوى ضد الحكم، انه يبقى في مساله يعني زي سؤال يعني تساؤل ليه الحكم ده يعني بلاش شكوى عشان ما تبقاش. وتدخل المهندس هاني بريده وتم طرح والنقاش، حتى يعني يمكن هو قال حاجه بعد ما البطوله انتهت وخلاص واللي حصل، قال انا كنت متعرض للايقاف، معرض لان توجه له تحذير رسمي ان ما تدخلش لهنا وليده نفسه انك انت ممكن تحول الى لجنه التاديب. ليه؟ لانك انت ما تتكلمش على التحكيم، ممنوع ما يخشش في الموضوع. لكن هو اللي نقل الاهلي نقل مخاوفه من ولكن سبحان الله يقدم الاهلي مباراه من المباريات الكبيره والحكم نفسه يقدم مباراه
غير متوقعه على الاطلاق. بالظبط مباراه حتى يعني عادلة. كريم قال لي واحنا رايحين قال لي انتهت حلول الارض وبقيت حلول السماء. قلت له سيبها على ربنا يا كريم. قلت له اقول لك ايه؟ سيبها على ربنا. ها؟ ولاعيبه الاهلي احترموا فرقه الهلال طبعا وادوها حقها طبعا وعارفين القيمه الكبيره لبطل اسيا واي منافس انت لازم تحترمه. النقطه الاساسيه في سعيك للانتصار احترام الاخر طبعا. دي ادت بنت كثير من حاله من الصمت، ها، حاله من التركيز، حاله من فرق من السريه من كل الشغل اتعمل. انت البدايه بتاعت المباراه كانت يعني بص بدايه الاهلي كانت غير متوقعه. ايضا قرارات الحكم بأمانة شديدة لم يكن فيها ظالم خالص. في مسألة الطرد انفار هو كان الفيصل في الحالتين، لكن المباراة كمجمل من أروع المباريات مزبوط. اللي اتلعبت زي ما أنا قلت في الأول بقول لك أنه كان دربي عربي أكثر من رائع. أهم حاجة فيه كان الأخلاق والروح الرياضية، كان هي دي بالنسبة لنا. وحتى كان الأخوة والأشقاء السعوديين مقيمين معنا في الفندق طول قبل الماتش. عاوز أقول لك إيه المناوشات طبعا المناوشات الجميلة تحبون تاخدوها ثلاثة ولا أربعة؟ خدها خمسة ستة بس بالراحة علينا. يعني أنتوا عندكم جايبين نص مليار لعيب، إحنا يعني بالراحة بس الملعب يعني فيصل عارف أنت بقى العلاقات. لكن طبعا. هو ده الجو المفروض. هنونا بعد الماتش بعد الماتش لا جم بأمانة شديدة تهاني وفرحانين جميلة. حتى بقول لك كانوا عاملين هاشتاج تهليل يومها حصل ده، بس ده هاشتاج كان لطيف ان هم يعني بيلحقونا. بص يا غبي بص، يعني عجبني واحد قال لي بص احنا مشكلتنا انه يعني حد بتكلم معايا يعني قال لي مشكلتنا ان احنا بعض الاحيان بتخرج مننا حاجات ما ينفعش، هي المفروض تبقى في اطارها. احنا اخوه، ده ماتش كوره ينتهي والفايز والخاسر يهني الفايز والفايز يحقق. هو ده المجمل يعني. بامانه كابتن اسلام من المشاركات المهمة، وأنا بشكر الفيفا وبشكر الاتحاد الأفريقي وبشكر الاتحاد المصري لكرة القدم لأنه صبر. برهنوا على جوهر الأهلي، برهنوا على قيمة الكيان نفسه مزبوط. أنه عندما يتعرض لأزمة بيظهر دين مثل الأهلي بيظهر المعدن الأصيل للعيبة بقدرات بالإدارة بالثقة بالنفس والدعم اللي بياخده اللعيبة بيكون نتيجته. كانت الناس ابتدت تتريق بعض ما لا يشجع النادي الأهلي، كان ده ابتدى يروح لإيه؟ لقصة إن إيه الكلام اللي أنتوا بتقولوا ده الأهلي بمن حضر والأهلي مش عارف إيه وبتاع. ولكن البطولة دي أثبتت كل هذه المقولات كلها تقريبا. ينحت الأهلي ينحت الأهلي عبارات تاريخية بالظبط تسجل على مدار الأهلي حديد جت من فين؟ ما جت من متراكمات. الاهلي ملك التسعين جت من فين؟ تراكمات. جت من تراكمات. الاهلي بمن حضر جت من فين؟ تراكمات. جت من جت من ماتش 3-2 بتاع الكاس 85. حد كان يتوقع؟ فريق بحجم نادي الزمالك، فريق كبير وبنجومه الكبار وشباب صاعد واعد، وفي مباراه تحدي كبير جدا لا احد ولا المنطق ولا الجمهور ولا اي حد عاقل يقول انه دول هيكسبوا. ولكن شوف بص شوف الجهد والعمل والاخلاص وصلك انت لفين؟ هتروح لماتشات كتير جدا انت كنت فيها ناس عندك غيابات كبيره طبعاً جدا طبعاً. انت لاعب ماتش الهلال عندك كم غياب؟ عندك 12 الهلال 8 12 أو مثلا 8 اللي هم العظم الاساسي بتاعك 14 لاعب. فانا عاوز اقول لك ايه انك انت بتيجي في اللقطات الفرز بنسميها لقطات الفرز والكشفه تبين لك انك انت لا عندك تستطيع انك انت تروح في حته احسن من كده كمان مزبوط. ماشي. لكن مبروك لجمهور الاهلي لانه هو البطل في الاول وفي الاخر. وبقول لعيبتنا الاهلي مقبلين على موسم صعب جدا، دوري ابطال افريقيا السنه دي مش هيكون نزهه. وبقول لموسيماني الناس بتحبك، سيبك من كل النقد ده، نقد فني ده عادي جدا، لكن الناس بتحبك وعايزاك تروح في حته ان تعيد للاهلي بطولته المفضله هي مسابقه الدوري. تمام كريم، اخيرا برضو مهم جدا نتكلم في ما هو قادم. اللي قادم صعب جدا زي ما استاذ محمود قال، وعندنا دوري ابطال افريقيا وبعد كده عندنا الدوري. انت عندك هتلعب، انا حفظتهم يعني بالكده يعني اللي هو 18 22 25 28 1 3 5، يعني هو 3 6. فبالتالي موضوع صعب. انا عايز يعني من هنا من قادم الاهلي يعني ارفع علم احمر وتحذير لينا من مباراه الهلال يوم السوداني يوم الجمعه الجاي. لو نفتكر احنا برضه السنه اللي فاتت كنا خدنا البرونزيه في مونديال الانديه في قطر ورحنا لعبنا سيمبا اول مباراه لينا، خسرنا 1-0. مهم جدا 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 الاعداد النفسي
في اول مباراه بعد انجاز المونديال. ليه؟ معلش اقطعك بس في النقطه دي تحديدا، انا اسف. اتفضل. كان هناك اتفاق. نعم. ما برضو عشان جمهور النادي الاهلي يبقى واعي، لان انت كلامك مظبوط 100%، وجمهور النادي الاهلي يعرف اللي حصل. نعم. ويعرف ان انت عندك اداره واعيه وعارفه بتعمل ايه، اداره كره واعيه وعارفه بتعمل ايه. افترض انا كقناه النادي الاهلي خد ثالث عالم، المفروض اعمل ايه؟ ثاني يوم المفروض اعمل احتفال. طب مظبوط، ويبقى عندي عدد من اللاعبين والجهاز الفني وخلاص. مظبوط. طيب يوم الماتش بالليل اللي هو خدنا فيه الثالث، كان يوم الاحد السبت. السبت بالليل تم الاتفاق او تم اتخاذ قرار من اداره الكره في النادي الاهلي. نعم. بغلق، طبعا ما كانش الموضوع عندي انا. أيوة. كان الموضوع هيبقى في كل القنوات. نعم. خلاص، تم الاتفاق او تم اتخاذ قرار من اداره الكره في النادي الاهلي، كابتن خطيب وكابتن سيد وكابتن حسام وباقي الناس كلها، ان يتم الغلق على الجميع. نعم. ابتداء من اللحظه دي، من بعد نهايه المباراه لغايه ما بعد مباراه الهلال ويحلها الف حلال. نعم. ده جميل، ده خبر. بس بمناسبه ده كلام جميل، الكلام انا بقول لك انا حاجه بقى، ده كلام انا شاهد جميل. على نعم. انا شاهد على وضع. نعم. ان كان هناك اتفاق، ده اتفاق يا جماعه. نعم. الناس عايزه تفرح، انا عايز فلان وفلان طبعًا. وحاجة. طبعًا. 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 طبيعي طبعا طبيعي، قناتهم وبتاع طبعا طبعا. ده غير القناه كمان، القناه بلغت ان يا جماعه اسلام معلش عشان احنا مركزين في ايه، ماتش الهلال. كلام اللي انت بتقول فده شيء جيد، واضيف عليه كمان ان مهم جدا جدا للجهاز الفني ان هو بقى يعد اللاعبين نفسيا للي هيشوفوه يوم الجمعه الجايه. بمعنى ايه؟ طبعا فريق الهلال السوداني اكيد هيبقى في شحن ربما طبعا زايد شويه، خصوصا بيلاعب الفرقه اللي خدت ثالث العالم. مزبوط. وبالتالي اي انتصار او اي اداء السنه اللي فاتت زي سم، اي اداء جيد هقدمه قدام الفرقه دي هيحسب لي وهيضاف لي، وكمان يعلي من حظوظي ان انا اقدر اخد احد بطاقاتي التاهل في المجموعه. وبالتالي انا اتمنى من لعيبه النادي الاهلي ان هم يتفرجوا على مباراه سيمبا، مش عشان يعني ايه مقارنه ما بين اداء سيمبا واداء الهلال، لا انا بتكلم على ادائهم هم والتركيز الذهني. بكل امانه اللي يعمل الاداء ده في مونديال الانديه قدام بالميرس قدام الهلال السعودي استاذ محمود، ببساطه لو قرر نفس الاداء في المجموعه بتاعتنا ناخد الاول ب 18 نقطه والموضوع بسيط وخلصنا كل حاجه. لكن احنا فعلا هنواجه منافسه شديده بدنيا طبعا، كميه ادرينالين هيبقى عند المنافسين بتوعنا لان هم بيلعبوا ثالث العالم طبعا. فاحنا هنواجه، وطبعا يعني تبدير ميعاد المباراه للساعه 3 العصر برضو يؤكد لنا مقصودة. اللي احنا بنتكلم فيه مقصودة. بقى لنا سنتين. فانا اتمنى ان الجهاز الفني يكون واعي لهذه الامور، واتمنى على مستوى شخص انهي كلمتي ليه، عايز من محمد هاني انه يعرف ان مونديال الانديه مكمل معانا يوم الجمعه الجايه. يوم الجمعه الجايه الجمعه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها يوم الجمعه ده رابع ماتش لينا في المونديال، وان شاء الله باذن واحد احد زي ما كسبنا الهلال السعودي نقدر ان شاء الله نرجع من السودان يا رب ان شاء الله. محمود برضه اخد رايك فيما هو قادم، لانه صعب جدا وضغط مباراه كبير جدا. ما هو مش كل الانديه دايما تقفل الصفحه بمجرد ما انت تخلص على القرار اللي تم اتخاذه وتفكر في المستقبل. مظبوط. التفكير في المستقبل ده هو احد اهم اسس النجاح. مظبوط. عشان كده ما تخافش على الاهلي، ما تخافش على الاهلي لانه دايما باص لقدام وعارف هو بيعمل ايه. اداره الاهلي اداره حكيمه يقودها رجل حكيم كابتن محمود الخطيب، بنوجه له التحيه على كل الادوار اللي عملها الفتره الاخيره. مظبوط. وانا لا اخفي حب محمود الخطيب يعني كلنا طبعا يعني كلنا. حتى البعض ياخدها ريان ولا نفاقا، احنا بنحب مش مشكله الخطيب. ما انا ياما بت حبا كلنا قلنا كده زي ما اشهدنا بكل الناس يا كابتن اشتاق، كل الناس اشهدنا بيها في هذه اللحظه تحديدا وبعد برونزيه العالم المره الثانيه على التوالي. اعتقد ان احنا لازم نشكر محمود الخطيب او الكابتن محمود الخطيب على دوره في اداره ملف الكره بالنادي الاهلي، وان شاء الله تفكيره بيعرف يلعب كره بس ما بيعرفش يدير بس اقول لك يا محمود صح، هو مش باترس متسيبي قال تصريح ليه بعد ما جه قال مش هنلعب مباريات في العصر. لما قال كده قال جماعه قال يا جماعه انتظروا مني ان الفرق يطبق في كل المراحل وان مباراه العصر ما تاخدش قرار رسمي. انا بقول لك مباراه العصر كده عيل كده يعني منطقيا يعني منطقيا عموما هنشوف اللي هيحصل ايه الفتره اللي جايه، لانها هتبقى فتره صعبه جدا 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 على النادي الاهلي. مباراه كل ثلاث ايام وما بينهم سفر وما بينهم ارواح وما بينهم يعني الله يكون في عون اللاعبين يا محمود يعني، فربنا يكرمنا ان شاء الله
ونعدي الفترة القادمة وإن شاء الله دائما النادي الأهلي طول ما عنده جمهور زي حضراتكم كده أعتقد أن كل الأمور بتتغير، كل حاجة بتتغير في النادي الأهلي بسبب جمهوره، وكل حاجة بتبقى حلوة في النادي الأهلي بسبب جمهوره وبسبب مساندة جمهور النادي الأهلي. فأنا للمرة المليون أنا بشكر حضراتكم على كمية الناس اللي كلمتني تحديدا خلال الفترة اللي فاتت على موضوع الأهلي في المونديال وما حدث خلال من تغطية مباشرة الحقيقة لكل الناس وكل الكروهات اللي كانت موجودة هناك. فأنا بشكر الجميع وبشكر جمهور النادي الأهلي على ما حدث خلال هذا الأسبوع. أستاذ محمود شرفتني ونورتني وألف مبروك مرة تانية، إن شاء الله نبارك لبعض دائما فيما هو قادم تعالى دائما يا رب التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم وألف مبروك. شكرا جزيلا كابتن إسلام وألف مليون مبروك لينا كلنا يا رب. شكرا جزيلا يا محمود شوقي بقى عشان ما يبقاش أستاذ محمود ألف مبروك يا محمود. ربنا يخليك ألف مبروك لكل جمهور الأهلي يا رب دائما. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله بكرة هنتكلم أكتر تفصيليا وفنيا عن مباراة الأهلي والهلال، إيه اللي هيحصل في هذه المباراة. كريم والأستاذ محمود والأستاذ محمود شوقي والأستاذ محمود صبري كلموا في هذا الأمر كثيرا جدا، ولكن بكرة هناخد بعض الأمور التحليلية الخاصة بهذه المباراة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير دائما في تمام الساعة العاشرة.